بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال بإذن الله. جايب لكم النهاردة وصفة في غاية الروعة لتبييض الأسنان وتقوية الأسنان والعلاج أي التهاب في اللثة وأي تقرحات، وكمان لتعطير الفم ومنع التسوس. وصفة طبيعية 100% مهمة جدا، ياريت تتابعوا الفيديو للنهاية، والفضل انه رجاء منكم لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المتابعين، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اول مكون عندي مكون طبيعي 100%، مكون رائع، هو القرنفل او بيتقال عليه المسمار في بعض الدول العربية. ده شكله، ديت الزهور بتبقى مجففة طبعا، والقرنفل دوت اقوى مطهر طبيعي على وجه الارض، بيقوي الاسنان وبيعالج التهاب اللثة. هنطحنه علشان يبقى شكله بالمنظر دوت. ده مسحوق القرنفل، هناخد حوالي معلقة صغيرة من مسحوق القرنفل، ياريت احنا نجيبه ونطحنه في البيت علشان ما يكونش فيه اي اتربة او اي شوائب، والطحن بياخد وقت شوية. تاني مكون عندي هو الكركم. الكركم مهم جدا لتبييض الأسنان، لأن في مادة الكركمين اللي بتفتح وبتشيل الطبقة الصفراء اللي على الأسنان. هناخد حوالي نص معلقة صغيرة من الكركم. تالت مكون عندي هو الملح. الملح بيقضي على البكتيريا اللي موجودة في الأسنان وبتسبب التسوس وبتسبب الرائحة الكريهة للفم. هناخد حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح، هو مطهر طبيعي برضو من أقوى المطهرات الطبيعية، ممكن نتمضمض بالملح. المكون اللي بعد كده هو زيت الزيتون، ياريت يكون زيت زيتون بكر. هناخد منه معلقة كبيرة. زيت الزيتون برضو بيقوي الأسنان وبيفتحها وبيبيضها وبيحارب التسوس وبيعالج أي التهاب في اللثة وأي تورم. مهم جدا زيت الزيتون مش بس للأسنان، وكمان للمعدة ولأجزاء الجسم المختلفة. هناخد حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد كده هنخلطهم مع بعض كويس جدا. الخلطة ديت رهيبة، كل مكون منها ممكن نستعمله لوحده في علاج اي مشكلة في الاسنان. بعد كده هناخد معجون الاسنان، اي معجون اسنان عندنا المناسب ليكم، هناخد منه حوالي معلقة صغيرة من معجون الاسنان. طبعا معجون الاسنان احنا بنغيره كل 6 اشهر، بنغير معجون بماركة مختلفة. هنخلطهم مع بعض كويس جدا، الخلط ده مهم علشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. طريقة الاستعمال، هنجيب الفرشة بتاعتنا، طبعا كل واحد بيبقى ليه الفرشة المخصصة ليه، وهنحط عليها كمية من الخليط بالشكل دوت. ياريت فرشة الأسنان تكون فرشة سوفت ناعمة، ما تكونش خشنة، وهنفرش بيها الأسنان يمين وشمال ومن فوق لتحت. هنفرش الاسنان او ندعك بها الاسنان حوالي 3 دقائق، من 2 لـ3 دقائق، يفضل طبعا ان يكون 3 دقائق، وبعد كده هنغسل اسناننا او نتمضمض بالمية العادية. الطريقة ديت هنستعملها باذن الله يوميا، في خلال اسبوع هتكون اسناننا زي اللؤلؤ ناصعة البياض، ولو في التهاب في اللثة هيروح، وكمان هتدي رائحة للفم كويسة جدا وعطرة بتقضي على البكتيريا اللي بتسبب الروائح الكريهة للفم. فالوصفة ممتازة جدا، ياريت تستعملوها، وكمان تشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد، وتقولوا الوصفة لكل اصدقائكم ولكل اي حد تعرفوه، لانها مهمة جدا وبتعالج مشاكل كتيرة في الاسنان. ولازم نستعمل السواك، السواك مهم جدا لانه برضو بيقوي اللثة وبيقوي الاسنان وبيفتحها وبيبيضها. ولازم برضو نستعمل معجون الاسنان، الاتنين السواك والمعجون يوميا، ولازم المضمضة يوميا برضو، ممكن مية وملح او ممكن نتمضمض بالقرنفل، كوباية مية مغلية ونحط عليها معلقة كبيرة من القرنفل او نحط عليها معلقة كبيرة من الملح ونتمضمض بيهم عادي، مهمين جدا وممتازين لتقوية الاسنان. بس كده حبايب قلبي، دي كانت نهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون افدتكم. ياريت لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المتابعين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.